والله احنا هنا بالحاوي، حاوي كنيسة. زين، شنو معاناتكم؟ والله معاناتنا هنا ستة، يعني مثلا نقول هذا الشارع ماكوش، يعني بالليل يعني مثل واحد يطلع برا ما يشوف حتى ينار يعني بالشارع، يعني مع العلم في خط حي ويضحك عليه حتى السيارات رايحه جاي يعني. والحاوي يعني ما يخفى على احد، العالم يعني مثل ما يقول المتنفس الوحيد اللي بهذا الجانب من هاي الصبحه. يعني اشوف يعني نفايات، والله من شو اسمه ناشد يعني جماعه البلديه، يعني على الاقل يشوفون هاي الشغلات، يعني مثل ما يقول هاي شوف ورق هاي كلها ماكوش، يعني مكب ما نفايات صايره، وتعرف يعني مثل ما يقول مع الاسف ما يجون هنا قليل، يعني بس يجون بحي النجار بدايته. شوارعكم داخليه ما مبلطه؟ والله ما مبلطه، لان كون تعرف يعني هي هاي مناطق يعني شو اسمه ارض زراعيه، ولهذا السبب يعني ما مشموله يعني على اساس بال شو اسمه بالتبليط او بال شو اسمه يعني بالخدميه هاي الشغله. توجه رساله للدوله؟ والله يقول هذا المواطن ماكوش يعني تعب كلش، وهذا الشعب كلش تعب، يعني اشقد مناشدات من وحده الى اثنين الى الف الى 500,000 مره مناشده، لكن بدون جدوى. والله معاناتنا خدمات ماكو، مستوصف ما عندنا، مدارس ما عندنا. ايه شوارعكم ما مبلطه؟ ما شوارعنا ما مبلطه. شنو هاي النفايات اللي والله بلديه ما تجي الا لازم تروح على القسم يجون يشيلون النفايات. شلون دبروها بلا خدمات؟ والله مدبريه من الاشتم، لا اكثر البيوت بيوتهم واقعه من المنطقه القديمه جو هنا سكنوا. هم يذبون النفايات هنا على طرف الشارع. اي هم الناس اللي ما عنده سياره، اسال عنده سياره يودي على الحاويات. اللي ما عنده يجي يذبها هنا. والله الكهرباء اخوي هنا شلون الكهرباء؟ هنا كلها اراضي زراعيه تعرف وصارت سكنيه. والحكومه مالتنا ما يسوون وايرات يسوون هذه بس ما يشيلون كهرباء. جبتوا اعمده؟ نحن عمدا نطالب، دائما نطالب بالاعمده ولا المناطق كلها تطالب، بس ما اكو جماعه جايبين اعمده مال كهرباء؟ ما حد ما يقبلون، ليش؟ الدائره تروح عليه يقول لك روح جيب لي المنطقه كلها وتعال حتى انصب لك، اروح ببحري ما حد يسمعني. فناشد انه الحكومه الكهرباء يعني يوفرون، لان هذا شارع خدمي، يعني الناس منا بالليل يرجعون ظلمه، انا عامل دليفري بالمطار حتى ما اشوف بالليل. هذول نصبوا الاعمده بس ما سمحوا لهم بانهم يمدون كهرباء. ليش؟ منعوهم، قالوا صار المنع من منعم الاول، البويري جابوها بوقتها. والبويري على حساب منو؟ البويري على حساب المنطقه والمحولات والكيبلات والعمل مالته كله على حساب المنطقه. ولكن منعوهم قالوا ممنوع هذه لان اغاري على المزراعيه ممنوع تتكمل هوني، بس اكو بعض المناطق بيها. بس نحن الاناره الشارع من البدايه من نهايه حي النجار ولا نهايه الحاوي كله اللي الكنيسه نفسها ما بيها اصلا ضوء بالشارع، يعني بالليل يعني حتى مرات وقت نجي يخاف لا ندعم احد على يمشي بسبب قله الاناره بهاي المكان. اثنين حتى خدمات وقت الهاي نريد نعمل الشوارع على حسابنا مرات يمنعونا جماعه البلديه. خوش فحتى هاي الشوارع كوي للعلم هاي كلها اهل المناطق تعملها على حسابهم. فالشوارع ومناطق مؤهلة مليانة ما شاء الله بيوت مليانة سكان ومليانة بشر وقريبة على الداخل، تنهمل بهالشكل هذا يعني ما يصير هالشيء هذا. خوش يا بالشتي نعاني نحن بسبب الماي، يعني تسليط ماي ماكو، يعني مشاكل عصير. شو تقول للدولة؟ نحن نريد الدولة تعيننا، نحن أزيد الشغلات عن نعملها، بس إذا الدولة تعيننا بهذا الشيء خلف الله عليهم.